تفقد قاطع محافظة اثنين، وهذا اليوم موفد كبير برئاسة السيد رئيس أركان الجيش المحترم السيد معاون العمليات وقائد البرية ومدير استخبارات وعدد من هيئات الركن. الغاية من الزيارة هي تفقد الأوضاع الأمنية للقطاعات العاملة ضمن محافظة نينوى، سواء قيادة نينوى وغرب نينوى. كذلك تم الالتقاء مع عدد من القوات الأمنية الموجودة في المناطق المجاورة محافظة كركوك صلاح الدين، أيضا اطلع على وضع القطاعات الموجودة بالحدود. الغاية هي تأمين كل متطلبات الاستعداد للقتال للقطاعات، إدامة الاستقرار الأمني، تأمين تسهيل الخدمات للمواطنين والتسريع عمل كل الاحتياجات اللي يحتاجها المواطن. نشعر بارتياح كبير للاستقرار الأمني الموجود بالقاطع. هناك إجراءات على الحدود من أجل المحافظة عليه ومنع الاختراق. هناك تعاون كبير ما بين كل القوات الأمنية بالقاطع من أجل فرض الأمن والاستقرار وخدمة المواطن.